يا مساء الفل، حكايتنا النهاردة غريبة عجيبة مريبة عن طفل صغير قتال قتلة. عنده كام سنة؟ 5 سنين كده. طب تعالوا نشوف الطفل الصغير ازاي كان قتال قتلة وهو لسه عنده 5 سنين. 5 سنين؟ ايوه، الطفل ده كان من أسرة بسيطة جدا في ولاية من ولايات الهند، وكان الأب فقير جدا بيعمل في الحقول الزراعية، وكان تقريبا كده أهل القرية دي بيعملوا كلهم في الحقول الزراعية، ويدوب بيقبضوا على قد بس قوتهم كده وقوت عيالهم. كان الطفل ده مرة والأسر متجمعة في المناسبات العائلية، كان في ابن عمه بيبي لسه عنده 6 شهور، مامته كانت منيمة في الأوضة، دخل السحب كده وسابهم وهم منهمكين في الحديث والحوار، ودخل على البيبي الصغير قاعد يعمل نفسه بيلعبه لحد ما قام خنقه لحد ما مات. وبعد ما موته طلع وقعد معاهم عادي ولا كأنه عمل أي حاجة. وبعد شوية كده اكتشفوا إن الطفل مات لما دخلت عليه أمه وبتشوفه كده لقته مات. طبعا قعدت بقى تصرخ وكله اتجمع وكل، المهم ما شكوش لحظة إن هو الطفل الصغير ده هو السبب، بس كانوا يعني بيدوروا ايه السبب ايه كده، فكان مش قادرين يستوعبوا ان الطفل الصغير دخل قتله او خنقه. طيب بعد كده كان رايح الحقل عند باباه، وكانت عنده اخته صغيرة 8 شهور، اخدها وشالها كده ومشاها شوية ويشيلها شوية، وخدها في الحقل بعيد خالص عن انظار الناس، وقعد يضربها 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 لحد ما موتها. وبعد كده اكتشفت الام غياب بنتها، قعدوا يلفوا عليها ويدوروا عليها، قال لهم تعالوا نعرف مكانها، واخدهم اخد باباه ومامته وراح وراهم مكانها، وهي قصه هامده. قعدوا يصوتوا ويصرخوا لحد ما شكوا في ان الطفل ده هو اللي قتل اخته وقتل كمان ابن عمه البيبي الصغنن، بس ما جابوش سيره عن الموضوع واعتبروها ان هي امور عائليه عشان يعالجوه ويشوفوه، وعشان كمان ما يتعرضش للعقوبة او ان البوليس يجي ويشوف ايه الموضوع، ويعني خافوا فدايروا الموضوع، بس كانوا متأكدين 100% ان ابنهم هو اللي قتل اختهم، وسكتوا خالص وما تكلموش. وفي يوم من الايام كانت في واحدة هتنظف بيتها، فبتروح في المدرسة في الحضانة بتسلم بنتها للحضانة، وكانت الحضانة فيها قسم كده بيستقبل بيبيهات صغننة. كان البيبي ده عنده 7 شهور، راحت حطته في المدرسة في حضانة المدرسة، وهو في يوم لابس ورايح المدرسة أخد باله، كان داخل بدري كده عمال يلعب، والعمال طبعا في المدرسة ما أخدوش بالهم خالص إن الطفل ده ممكن يطلع منه أي كارثة، فعادي سابوه عادي يعني. سحب كده ودخل وتلصص ودخل، لقى البيبي الصغير دي نايمة، قعد ياخد باله ياخد باله لحد ما لقاهم كلهم مش واخدين بالهم، قام شال البيبي وراح بيه برضو عند الأراضي الزراعية، قعد يقتل فيه ويخنق فيه ويضرب فيه لحد ما موته، وقام غطاه بالأكياس. جت الأم بعد ما خلصت شقتها ورايحة تاخد البيبي بتاعها ما لقتهوش، قعدوا قلبوا عليه الدنيا عشان يلاقوه، في الآخر لقوه مرمي عيني غرقان في دمه في الأراضي الزراعية. خدوا الجثة وراحوا للبوليس بلغوا إن عن الحادثة، والبوليس بقى يشوف بقى إيه اللي حصل. البوليس طبعا قلب الدنيا وقعد يشوف في القرية ويتقصص ويتمحص ويسأل ويشوف بقى المحققين الشرطة، بدأوا يشوفوا إيه الموضوع. كان في محقق ذكي قوي، كانت الأهالي بدأت تتكلم عن موضوع الطفل اللي قتل أخته وقتل ابن عمه. فالضابط في الاول كده المحقق في الاول استغرب، يعني استغرب كلام الناس، ده طفل صغير يعني مش ممكن يعمل كده، بس حط في الاعتبار انه يعني ليه لا، جاب الطفل عشان يستجوبه. الطفل وهو قاعد مع المحقق كان قاعد في منتهى البرود واللامبالاة، وطلب بسكوت من المحقق، والمحقق جاب له البسكوت وكان مستغربه جدا، طفل لا خايف ولا مرعوب وقاعد كده بكل برود وثبات وعنده لا مبالاة، وهو بيفتح البسكوت وبياكله قال له على كل حاجة، قال له ازاي قتل ابن عمه وخنق ابن عمه وازاي قتل اخته وازاي قتل كمان الضحية الاخيرة اللي هو. طبعا الضابط استعجب جدا بثبات الولد وهو عمال يحكي له، وحس كده ان هو مش مظبوط نفسيا،
طبعا دخل الاصلاحيه لان كان سنه صغير وما ينفعش طبعا يدخل السجن ولا يتعاقب المعاقبه بتاعت الناس الكبار، لكن كانت الاصلاحيه بتاخد من السن ده الصغير ده. قضى هناك 3 سنين ودي كان سن العقوبه بتاعته، وبعدها خرجوه على مصحه الامراض العقليه. ثبت فعلا ان الولد عنده اضطرابات نفسيه او خلل في الدماغ بيخليه دايما عنده حب للاذى وحب ان يشوف الناس بتتالم. ولما بحثوا في الموضوع وجابوا اصدقائه في الفصل يسالوهم واصدقائه في الشارع والناس اللي كانوا الاطفال اللي كانوا بيلعبوا معاه قالوا ان هو كان فعلا بيحب يلعب الالعاب العنيفه معاهم، وكان بيتلذذ لما يشوفهم بيتالموا. فطبعا وكانوا ساعات يخافوا منه كمان لما بيضغط عليهم ان هو يلعب، لما كان هو بيضغط عليهم يلعبوا مع اللعبه، كان مسيطر كده وكان واد عنيف وكان واد مش طبيعي. المهم هم اتاكدوا ان الولد اساسا هو اعترف على نفسه بمنتهى السهوله، وبعد كده على فكره القصه دي واقعيه، ودخل وحاليا بيقضي العقوبه بتاعته في مصحه الامراض العقليه. طبعا خلصت حكايتنا دي ونتعلم منها ان كل ام تخلي بالها وهي بتراقب طفلها، لقت فيه اضطرابات شويه، لقت فيه حركات مش اللي هي عنيف عدواني شرس بيحب يضرب اللي قدامه لدرجه التوحش مثلا او كده، لازم تاخدي بالك كويس قوي وما تتكسفيش خالص تعرضيها على دكتور أم يعني دكتور مختص بالسلوك الطفل، علشان لو هو كبر بالاضطرابات النفسيه اللي عنده دي كتير قوي كتير قوي بيحصل كده، بيبقى رجل عنده اضطرابات نفسيه بيبقى مؤذي جدا لمراته، وبعد كده بيبقى اب مؤذي جدا لاولاده، وبيبقى هو نفسه مش عارف يغير نفسه، بيبقى نفسه يعيش طبيعي لكن مش عارف نتيجه لانه اهمل في الصغر، نتيجه بقى لضغط الاهل، اضطرابات نفسيه من عقوبه ما وقعت عليه او حد كان ضاغط عليه بيضربه قاسي حد بيتنمر عليه لاي سبب من الاسباب. ما تسيبيش طفلك للهويه كده ويكبر ويطنشي عن الموضوع، الموضوع فعلا فعلا مضر جدا ومؤذي جدا، ومهم جدا 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 ناخد بالنا من تصرفات ولادنا وهم صغيرين، علشان خاطر ده بيأثر بعد كده في رجولته وكونه كزوج وكونه كأب، يخرج منه بعد كده اجيال كلها مضطربه نفسيه زيه او معقده نفسيه زيه. كل ده بيبقى سببه انك اهملتي فيه من هو صغير واهملتي الحالة اللي عنده. ما تهملوش ولادكم وتكونوا السبب في ضياع اسر كاملة من تحت ايديهم بعد كده. يلا خلصت حكايتنا، وبكرة حكاية جديدة بإذن الله.